هاو بريس هاو بريس بلا المصباح وانت بريس بريس جيب لي بلا المصباح وانت بريس بريس جيب لي بريس جيب لي بريس هاني جبت لك بريس. علاه قلت جيب لي بريس؟ يظهر لي نصيحة كي العاد. نصيحة للزبائن. بيان سو. شوف عندك بريس ما يطلع لكش قهوة مليحة. والله عندك بريس يطلع لك القهوة صامتة، بريس عنده بزاف طلع القهوة صامتة. تحوس على الحل. هتفرج الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، محل زين دار فليكس، أروح نعطيك نصيحة في البريس. كما قلت لك كما شفت المرة الأولى قلت لك شوف عندك بريس ما يطلعش مليح، والله بريس يطلع لك القهوة صامتة. أروح. أرواح أرواح عند خوك أرواح أرواح ونعطيك حيلة ربي إن شاء الله تدعي لي هز البريس تاعك تمليه ماء تمليه ماء كيما اللي راه طيب القهوة كيما راه طيب قهوة تحط الصفاية تاعك تمليها ملح تملاها ملح ربح كيما يقولون الناس تاعك الكل تسكر البريس تاعك طريبيا تحطها فوق النار تخلي البريس تاعك تطلع تطلع كاملة كيما القهوة طلع عليها تلقاها صفراء تلقى هذيك الصفايه على حكيم تولي طلع قهوه صامطه والله تولي يا حكيم ما تطلعش مليح شوف يا حكيم الصفايه هذه شوف كيف تجي مايله هنا بالتناقص تجي هنا غاسيه ومن بعد تبدا تنقص 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 كي تبدا تنقص هنا تضيق البلايص الضيقين هذو يملاو تملاو على كراس ويتملوا بالكالكير ويتملوا بالكراس تاع القهوه تاع القهوه تولي تولي ما تطلعش مليح والله تولي ديما مخلطه بالكالكير تولي تطلع لك قهوه صامطه تاع عليك الا انك تروح تملاها وتحط هنايا الملح في بلاصه القهوه وتطلع وتخليها تطلع كي يطلع الماء هذاك حكيم سيحوا على بالك الحاجه المالحه حكيم ديما من ورا حاجه حلوه تخلي واحد الصماطه هكذا ايه واش دير انت يا كي تسيح الماء هذاك حط الماء زيد عاود حط الماء خلي شويه حط فيها نص فنجان تاع ما زهر ما زهر راه حكي معروف كيف الديار باين واضح عاود سكر عليها ما تحط هنا والو سكر عليها وحطها تطلع ما زهر لك واش يدير يمسح هذيك الملوحه كامل كي طيب قهوه من وراها صدقني غير تقول لي بريس جديده جماعه اللي جربها يكومونتي لي يقول لي صح القهوه تاع البريس تبدلت ولا ما والله ما تبدلتش حاجة ثانية البريس هذو كامل حكيم كبير صغير متوسط كامل نفس المبدأ عندهم كلابي سيكيريتي كيما كوكوطا جماعة لازم مرة على مرة وتروحوا للكلابي هذا أو كاين جماعة يقول لك عندي بريس كلاطات ولا عندي بريس عندها زوج حوايج يا تكلاطي تولي ما تطلع لكش شوف حكيم عندها الكلابي هذا ها هاك شتو حكيم ها هذا لا لا تروح حكيم تلي بيريه ببرا ولا مسمار ها كي تلقاه يطلع ويهبط راهو مليح اذا كان دزيتو وما عاودش طلع والله لقيت البيه هذيك مرخوفه نحيه حكيم نحيه طول نحيه عاود روح عند مول الحانوت كان كاري بدل واحد ايه؟ واذا كان لقيت واحد حكيم يطلع ويهبط نورمال بشويه تاع ماء وشويه تاع كيما نقولوا قادر يكون بلوكي يولي يخدم عادي والله مسمار كيما هكذا تلي بيريه يعاود يولي يخدم والكراس تاعك ولات جديده يعطيكم الربع والسلام عليكم زيني داركم تكون حاجه لوجه الله والله ما يبخلك جماعه اللي يروح يجرب العدسه هذه كومونتي لي يقول لي القهوه كيفاش جات السلام عليكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محل زيني دار كليكس زغوان تجنانت ولايه ميلا هاو بريس بلا المصباح وانت بريس بريس جيب لي بريس جيب لي بريس هاني جبت لك بريس علاه قلت جيب لي بريس يظهر لي نصيحه كي العاد نصيحه للزبائن بيان شوف عندك بريس ما يطلعلكش قهوه مليح والله عندك بريس يطلع لك القهوه صامطه بريس عنده بزاف طلع القهوه صامطه تحوس على الحل هتفرج الفيديو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محل زين دار فليكس اروح نعطيك نصيحه في البريس كما قلت لك كما شفت المره الاولى قلت لك شوف عندك بريس ما يطلعش مليح والله بريس يطلع لك القهوه صامطه اروح ارواح ارواح عند خوك ارواح ارواح ونعطيك حيله ربي ان شاء الله تدعي لي هز البريس تاعك تمليه ماء تمليه ماء كيما اللي راه طيب القهوه كيما راه طيب قهوه تحط الصفايه تاعك تمليها ملح تملاها ملح ربح كيما يقولون الناس تاعك الكل تسكر البريس تاعك طريبيا تحطها فوق النار تخلي البريس تاعك تطلع تطلع كامله كيما القهوه طلع عليها تلقاها صفراء تلقى هذيك الصفايه
انا حكيم تولي طلع قهوه سانطا والله تولي يا حكيم ما تطلعش مليح. شوف يا حكيم الصفايه هذه، شوف كيف تجي مايله هنايا بالتناقص، تجي هنايا غاسيه ومن بعد تبدا تنقص 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 تنقص، كي تبدا تنقص هنا تضيق البلايص الضيقين هذو يملاو وتملاو الاكراس ويتملوا بالكالكير ويتملوا بالكراس على القهوه ولا الكالكير، تولي ما تطلعش مليح والله تولي ديما مخلطه بالكالكير، تولي تطلع لك قهوه سانطا. تعليك الا انك تروح تملاها وتحط هنايا الملح في بلاصه القهوه وتطلع وتخليها تطلع، كي يطلع الماء هذاك حكيم سيحوا على بالك الحاجه المالحه حكيم ديما من ورا حاجه حلوه تخلي واحد السماطه هكذا. ايه واش دير انتيا كي تسيح الماء ذاك؟ حط الماء، زيد عاود حط الماء، خلي شويه، حط فيها نص فنجان تاع ما زهر، ما زهر راه حكيم معروف كيف دير، باين واضح، عاود سكر عليها ما تحط هنا والو، سكر عليها وحطها تطلع ما زهر لك. واش يدير؟ يمسح هذيك الملوحه كامل، كي طيب قهوه من وراها صدقني غير تقول البريس جديده. جماعه اللي جربها يكومونتي لي يقول لي صح القهوه تاع البريس تبدلت ولا ما والله ما تبدلتش. حاجه ثانيه البريس هذو كامل حكيم كبير صغير متوسط كامل نفس المبدا، عندهم كلابي سيكيوريتي كيما كوكوطا. جماعه لازم مره على مره وتروحوا للكلابي هذا، او كاين جماعه يقول لك عندي بريس كلاطات ولا عندي بريس، عندها زوج حوايج يا تكلاطي تولي ما تطلع لكش. شوف يا حكيم عندها الكلابي هذا، ها هاك شتو حكيم ها هذا لا لا تروح يا حكيم تليبيريه ببره ولا مسمار، ها كي تلقاه يطلع ويهبط راهو مليح. اذا كان دزيته وما عاودش طلع والله لقيت البيه هذيك مرخوفه نحيه حكيم، نحيه طول نحيه، عاود روح عند مول الحانوت كان كاري بدل واحد. واذا كان لقيت واحد حكيم يطلع ويهبط نورمال بشويه تاع ماء وشويه تاع كيما نقولوا غادي يكون بلوكي يولي يخدم عادي والله مسمار كيما هكذا تليبيريه يعاود يولي يخدم والكراس تاعك ولات جديده. يعطيكم الربع والسلام عليكم. زيني دارك وين تكون حاجه لوجه الله والله ما يبخلك. جماعه اللي يروح يجرب العدسه هذه كومونت لي يقول لي القهوه كيفاش جات. السلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، محل زيني دارك ليكس زغوان تجنانت ولايه ميلا. هاو بريس ابيلا المصباح وانت بريس بريس جيب لي بريس جيب لي بريس، هاني جبت لك بريس. علاه قلت جيب لي بريس؟ يظهر لي نصيحة كي العادة. نصيحة للزبائن. بيان شوف عندك بريس ما يطلعلكش قهوة مليح. والله عندك بريس يطلع لك القهوة سامطة، بريس عنده بزاف طلع القهوة سامطة. تحوس على الحل. هتفرج الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، محل زين دارك ليكس. أروح نعطيك نصيحة في البريس.